أعمال عنف قبل 4 سنوات في الولايات المتحدة يخشى أن تتكرر بعد 5 نوفمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة يوغوف للبيانات واستطلاعات الرأي، 27% يعتقدون أن اندلاع حرب أهلية بعد انتخابات الرئاسة أمر محتمل جداً، بمن في ذلك 30% من النساء و 24% من الرجال. أما جزء آخر من الناخبين فعبروا عن معرفتهم لأشخاص قد يستخدمون السلاح إن فاز مرشح لا يدعمونه. 12% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجريناه في الولايات المتحدة قالوا إنهم يعرفون شخصاً قد يحمل السلاح إذا اعتقدوا أن دونالد ترامب تعرض للغش في الفوز في أقل من أسبوعين، وقال 5% إنهم يعرفون شخصاً قد يفعل الشيء نفسه إذا اعتقدوا أن كامالا هاريس تعرضت للغش. مخاوف اندلاع حرب أهلية عبر عنها الديمقراطيون بالتحديد، وعزوها إلى احتمالية تجاهل ترامب لاتفاقية الانتقال الثالث للسلطة لعدم ثقة المرشح الجمهوري في إدارة بايدن وميله للتهرب من التقاليد الديمقراطية، مستشهدين بما حصل خلال الانتخابات الماضية. فريق ترامب يكسر السابقة التي وضعها كل مرشح رئاسي آخر منذ عام 2010 من خلال عدم الموافقة على قبول موارد الانتقال الفيدرالية ورفض الالتزام بانتقال ثالث. على الرغم من هذه المخاوف إلا أن ترامب قد حصن موقعه وحسن من نتائجه، فاستطلاعات رأي جديدة أظهرت وجهات نظر إيجابية لأجندة ترامب مقارنة بمنافسته هاريس، خصوصاً في قضايا الاقتصاد. في المقابل استعانت هاريس برموز حزبها الذين توجهوا إلى عدد من الولايات الأمريكية لجذب بعض المستقلين والمترددين إلى حزبهم.